اذا ركله حره لمستر اسيست كما يحب ان يلقبه احمد كابوريا. وبالتالي احمد كابوريا سجل هدف من ركلات ثابته. احمد كابوريا مع نادي الاتحاد يتالق مع نادي الاتحاد السكندري في اخر 13 دقيقه من احداث شوط المباراه الاول حتى الان، لكن تعادل سلبي، تعادل سلبي حتى هذه اللحظات. وحسن ايضا محمد حسن حكم اللقاء يوجه اللاعبين ويحذر اللاعبين بعدم الاحتكاك وعدم ايضا يعني النرفزة والتحكم في الاعصاب، كل هذا مطلوب ولكن وضع طبيعي ان يكون الاداء بالنسبه للاعبين بهذا التوتر. وكره ملعوبه عرضيه خطره تمر ولكن ايضا يخلصها الدفاع، تعود من جديد وكره الخطره خطره خطره تحت بقول الله 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 الله. ولا اجمل ولا اروع ولا اروع لهدف، يا سلام عليك يا نور يا نور يا نور. ياتي بهدف صاروخ ارض جو لا يرد ولا يصد للاعب نور السيد. نور السيد ياتي بهدف جميل، هدف ملعوب لنور السيد اللي اتى في صفقه ايضا كما ذكرت بالنسبه لهذا اللاعب نور السيد، لاعب نادي او لاعب من مدينه بنها، لاعب للجونه، لاعب للزمالك، لاعب لنادي ام بي. نور السيد ياتي بهدف جميل ولا اروع من الاهداف اللي تعجبك.